ازاي الاهلي يكسب دوري ابطال افريقيا. طبعا في مرحله المجموعات الاهلي كان على وشك الخروج من البطوله، لكن لما لعب الهلال السوداني كلنا ادركنا ان الاهلي ما كانش هيخرج من البطوله عشان الهلال السوداني قوي، لا الاهلي كان هيخرج من البطوله علشان يتعامل مع مباريات زي مباريات الهلال السوداني وصن داونز الجنوب افريقي بشكل خاطئ. طب ايه بقى الحاجه اللي عملها الاهلي غلط ولازم ما تتكررش في رحلته في المباريات المقبله؟ ده اللي هنحاول نتكلم فيه على السبوره النهارده. الاهلي عشان يكسب دوري ابطال افريقيا محتاج يصلح حاجه واحده بس. على فكره مارسيل كولر مدرب هجوميا كويس، وتعالوا اثبت لكم ده قبل ما نكمل كلامنا. مدرب هجوميا كويس لان في مباراه الهلال كان عنده تريكه بسيطه جدا، الصور هتشرحها لكم وهتثبتها لكم عملي بعد ما نتكلم عليها نظري، ان الاهلي كان بيلعب بكهربا، كان بيلعب باحمد عبد القادر، كان بيلعب ببيرسي تاو، وكان بيلعب بمجدي قفشه في المكان ده. دايما احمد عبد القادر كان بينزل وسط الملعب وبيرسي تاو كان بينزل وسط الملعب. ليه بينزلوا وسط الملعب؟ علشان خاطر الهلال السوداني هو بيدافع بالشكل ده كان الجناحين بيقابلوا الظاهرين، وبالتالي اللي بيقابل احمد عبد القادر هو الباك اليمين، واللي بيقابل اللاعب اللي في الناحيه الثانيه بيرسي تاو هو الباك الشمال، فكان بيتحرك مجدي قفشه في المساحات دي وبالتالي يطلع سنتر باك من بيته او يحاول يستلم الكوره. مجدي قفشه ما كانش في احسن حالاته، لكن وبرغم ده قدر ان هو حتى لو رجعت الجول بتاع كهربا هتلاقي السنتر باك كان طالع على مجدي قفشه بالشكل ده، فكهربا كان قدامه سنتر باك واحد وباك ليفت كان بيقوم بدور التغطيه، فبالتالي كهربا كان عنده سنتر باك واحد بس يقدر يقابله في ارض الملعب. هنا كان بيتحرك السنتر باك ورا مجدي قفشه، فكان بيبقى عندك سنتر باك واحد بس على محمود عبد المنعم كهربا، وهنا كانت الموهبه بتاعت محمود كهربا صانعه للفارق بالنسبه للاهلي. كمان كان في حاجه حلوه برضو من الحاجات اللي عملها مارسيل كولر، لان في النهايه ما كانش دايما ده اللي بيحصل، بمعنى ان كان احيانا مجدي قفشه لما بيخش في المساحه دي كان بيروح وراه لعيب ارتكاز، فكنت بتلاقي بيرسي تاو بيدخل القلب، فكان دايما في استغلال لحركه مجدي قفشه انه بيخلق مساحه لزمايله وزمايله بيتحركوا في المساحه دي بشكل جيد، واثمرت عن الهدف الاول. لما اشتغل الشوط الثاني فريق الهلال السوداني غير اسلوب لعبه مره ثانيه، ده الدفاع بتاع فريق الهلال بس لعب بارتكاز واحد بس. اول ما مارسيل كولر لمح ارتكاز واحد بس قام نادي على حسين الشحات، الصور هتبقى معاكم دلوقتي، نادى على حسين الشحات وقال له هنلعب باثنين بلاي ميكرز، هنلعب باثنين في القلب. كانت الاشاره باينه جدا، اصر ان هو يكلم مع سامي ونصنف انه بيقول له انت هتلعب في السنتر هتخش للقلب، وبالتالي الارتكاز الواحد ده كان بيروح مع واحد من الوينجات والمساحه الثانيه تفضل حسين الشحات، عشان كده حسين الشحات بسرعه قدر ان هو يسجل الهدف الثاني من اول لمسه، لان التركه كانت استغلالا لنقطه ضعف كبيره في فريق الهلال السوداني. يبقى الاهلي عنده مدرب عارف يعمل شكل هجومي جيد وقادر يقرا تفاصيل المباراه. امال ايه العيب الوحيد اللي في الاهلي مع مارسيل كولر حتى هذه اللحظه؟ العيب ده ظهر في مباريات كتير في الدوري، ظهر ابرزها في مباراه المقاولين العرب، ظهر في مباراه صن داونز في جنوب افريقيا جدا، ظهر في مباراه الهلال في السودان، وظهر في مباراه الهلال في مصر، وهي المساحات الواسعه قوي للعيبه. تفتكروا رافا بينيتس مدرب ليفربول؟ رافا بينيتس كان عنده حركه مشهوره جدا عنه انه طول الوقت كان بيعمل كده. حلو؟ الحركه دي معناها ايه؟ خلي الخطوط قريبه من بعض. ناس كتير بتقول ان الاهلي احيانا كانت خطوطه بتبقى متباعده عشان بيلعب الهلال السوداني، فبالتالي بيهاجم، فطبيعي ان خطوطه تبقى مفتوحه وواسعه بينهم وبين بعض. الحقيقه لا، الجزء بتاع الخطوط المتباعده والخطوط المتقاربه ده بيسموه فلسفه اللعب مش خطه اللعب. يعني بمعنى ايه؟ ان خطوطي تبقى متقاربه دي فلسفتي كمدير فني، فلازم خطوطي تبقى متقاربه. لو انا خطوطي متقاربه، لو ده الهجوم او ده خط الظهر بتاعي وخطوطي متقاربه، دي بمعنى ان انا عايز العب جيم هجومي، فخطوطي هتبقى متقاربه وانا بلعب جيم هجومي. بلعب جيم دفاعي ودفاعي متاخر، يبقى انا خطوطي متقاربه وانا بلعب جيم دفاعي. انما ان المهاجمين يبقوا قدام، لعبت الوسط يبقوا بعاد، فهتلاقي في مساحه هنا لاستغلالها والاستحواذ. خط الوسط يبقى في ظهرك وخط الدفاع مش متقدم وراك، هيبقى فيه مساحات هنا كبيره، ودي اكبر نقطه ضعف في الاهلي والحاجه اللي لازم الاهلي يعدلها علشان خاطر يكسب دوري ابطال افريقيا. هوريكم شويه صور كده ورا بعض فيها كل الهجمات اللي جت على الاهلي في المباريات الاخيره لمارسيل كولر، وهتلاقيها كلها باديه من ان اللعيب استلم الكره بالحته دي. طيب هو اللعيب بيستلم الكره بين الخطوط ليه؟
عشان زي ما اتفقنا الاهلي لازم يقرب خطوطه اكتر من كده في بعض، بمعنى ان اللعيب ده بيبقى مسؤوليه واحد ما رجعش يدافع زي بيرسي تاو في بدايه مباراه الهلال السوداني في اول دقيقه من المباراه، فالراجل اللي ابتدى جري مع كانت اللعيبه عامله كده ده بيرسي تاو، الراجل لاعب الارتكاز قرر ان هو يزيد، بيرسي تاو ما جريش وراه لان هو كان مسؤوليه بيرسي تاو كان ماسكه في بدايه اللقاء، فالنتيجه ايه؟ الراجل ده استلم الكوره في الحته دي، لعيب الهلال السوداني ما عندوش امكانيات فما قدرش يعمل منها حاجه، انما ده لو لعيب من صن داونز هيعمل بيها حاجه، لو لعيب من الترجي هيعمل بيها حاجه، فبالتالي الجزء الاولاني في ان اللاعب بيعرف يستلم الكوره من هنا بيجي من ان المهاجم ما قدمش دور الدفاعي بشكل كويس. النقطه الثانيه لعيبه الارتكاز ما بيبقاش عندهم شراسه كافيه، بيبقوا خايفين فبيبقى مرحل نفسه خطوتين ثلاثه لورا. عارفين الفكره بتاعت فان دايك اللي انتوا كلكم بتتريقوا عليها ان فان دايك بياخد خطوتين لورا عشان ما يترقصش؟ في اوقات كتير لعيب الارتكاز في الاهلي بيبقى خايف من انه يترقص، فبتكون النتيجه ان لعيب الارتكاز واقف خطوتين لورا مأمن نفسه، بس امانك لنفسك لو انت في ناحيه اليمين بيبقى بيبوظ ناحيه الشمال والعكس صحيح، فلعيب الارتكاز لازم يبيع نفسه، بيع نفسه وبقدراته البدنيه يقدر يتفوق. فيبيع نفسه دي كلمة صعبة قوي، ودايما انت بتتخيل ان يبيع نفسه معناها ان هو خلاص كده عمل كارثة في الفريق، بس انت عشان الكواليتي بتاعتك جامد المفترض انك اجمد لعيب وسط في مصر واجمد لعيب وسط في افريقيا، فانت الطبيعي لما تبيع نفسك تاخدها، طبيعي ان لما فيرجيل فان دايك يبيع نفسه يقطع الكورة، طبيعي ان سيرخيو راموس لما يضغط يقطع الكورة بزمن وايام ريال مدريد، طبيعي اللعيب القوي لما يضغط يقطع الكورة طالما هو الاعلى في قارته، ولعبة الاهلي المفترض ان هي الاعلى في قارتها. علشان كده دي جزء تاني. طيب السنتر باكات بتوعك في اوقات كتير بيخافوا فبياخدوا خطوتين لورا، انت بتاخد خطوتين لورا عشان تامن اي واحد صحيح متسرسب من هنا، بس ماذا عن اللعيب اللي واقف هنا؟ فدي نقطه تانية. محمد عبد المنعم عنده قدره كويس، انما ماذا عن اللي بيلعب جنب محمد عبد المنعم؟ لو رامي ربيعه ما بيبيعش نفسه بس بيأمن نفسه زياده عن اللزوم لدرجه بتدي فرص للعيبه كتير تستلم الكره في الحته دي، لو ياسر ابراهيم بيضغط بس بيطلع الكره وحش فالمدرب ما بيروحلوش، لو محمود متولي هو راجل كويس بس في نفس الوقت ترنات واضعف بسبب الاصابات القديمه اللي عنده وبسبب السرعه والبطء اللي عنده، فابتدى يبقى بياخد الخطوتين بتوع فيرجيل فان دايك لورا. النتيجه واللي احنا عايزين نوصل له ان ده الجزء الوحيد الضعيف في في الخطه بتاعه اللعب بتاعه الاهلي، سواء الاهلي بيلعب وهو بيدافع، سواء الاهلي وهو بيلعب وهو بيهاجم، سواء الاهلي وهو بيلعب بره ارضه او جوه ارضه، دايما دي نقطه الضعف اللي موجوده في فريق مارسيل كولر مع الاهلي حتى هذه اللحظه، فدي الحاجه اللي الاهلي لازم يعدلها علشان يقدر يوصل لابعد نقطه في الرحله بتاعته مع المدير الفني اللي انا شايف ان هو على المستوى الهجومي جيد جدا، على مستوى قرايه الماتش جامد جدا، كل اللي ناقصه انه يعرف ان عشان تكسب افريقيا لازم فريقك يكون عملي اكتر من كده، والعمليه والواقعيه والقوه والالتزام بيجوا اولا من الحركه دي من الخطوط القريبه مع بعض. هايكو هيرليش المدير الفني الجديد للزمالك، الراجل ده قدم للملاعب توني كروس، قدم للملاعب ايكاي جوندوجان، قدم للملاعب اندريا شولي، ثلاثه من النجوم دربهم وهم في قطاعات الناشئين وكان مسؤوليه ما عن تطويرهم وعن ظهورهم بالمستوى اللي خلاهم لاحقا من اهم نجوم كره القدم على مستوى العالم. ده المكسب الرئيسي للزمالك في التعاقد مع المدير الفني اللي عنده 51 سنه. الراجل ده السي في بتاعه ما فيهوش بطولات، الراجل ده السي في بتاعه ما فيهوش حاجه بتقول ان هو متميز في الشق التكتيكي، لكن ابرز ما يميز هذا الرجل انه مدير فني يجيد تطوير اللاعبين على مستوى التقنيات ويجيد تطوير اللاعبين والتعامل مع اللاعبين صغار السن وتأهيلهم لانهم يظهروا بشكل احسن، واعتقد ان دي اكتر حاجه الزمالك محتاجها في الوقت الحالي. فعلشان كده احنا بنتكلم على تعاقد يبدو جيدا في ظاهره لانه مع مدير فني عنده شخصيه قويه، عنده شخصية قيادية وعنده تجربة كبيرة جدا على المستوى اللعب وعلى المستوى الإنساني كمان. الراجل ده اشتغل في عدد كبير من الأندية، لكن أنا بالنسبة لي أبرز الحاجات اللي قدمها في كرة القدم كان عمله مع بايرن ميونخ وعمله مع منتخب ألمانيا تحت 17 سنة وعمله مع منتخب ألمانيا تحت 19 سنة وعمله مع ليفركوزن.
في ليفركوزن انا كنت مهتم جدا بالفتره بتاعه الراجل ده، لانه اخذ الفريق من حته بعيده جدا في الجدول وكانوا في المراكز الاخيره في جدول الدوري الالماني، ووصلهم مع نهايه الدور الاول الى المركز الرابع. وتعتبر دي حاجه مشابهه شويه للي بيعاني منه الزمالك في الوقت الحالي، ان الزمالك بعيد جدا عن الزمالك اللي بيحلم بيه الجمهور، وبالتالي هو محتاج مدير فني يكون عنده تجربه سابقه في انتشال فريق من منطقه بعيده الى منطقه جيده. ويمكن ابرز تصريح لي انا بحبه يعني هذا الرجل في رحلته، انه كان بيقول انا مش ساحر، ونتائجه في ليفركوزن في تجربته دي كانت في البدايه مخيبه للامال، لكن رودي فولر المدير الرياضي للنادي في الوقت ده كان بيتابع التدريبات بشكل جيد، وكان دايما بيطلع يقول استنوا على الراجل ده، الراجل ده بيحضر حاجه كويسه جدا للفريق والنتائج هتتظبط. وقد كان اتظبطت النتائج، وابتدى الفريق يبقى على مدار 22 مباراه متتاليه بيسجل على الاقل هدف واحد، والفريق زي ما قلنا صعد للمراكز الاربعه الاولى في الدوري الالماني بعد ما كان بعيد جدا عن او زي ما بيقولوا كان متصدر بس من تحت يعني. والتجربة دي هي التجربة اللي هيخش عليها الراجل ده مع الزمالك في الوقت المقبل، تجربة محتاج فيها يطور لاعبين ما خدوش تعليم جيد، وهم دول الصفقات الجديدة للزمالك. والصفقات الجديدة دي انا بضرب بيها المثل او بقول يعني عليها مش الصفقات دي اللي هي اللعيبة اللي جات في يناير بس الثلاثة، لا ده انا بتكلم كمان على الصفقات اللي جات في الصيف، واللاعبين اللي في قطاع الناشئين واللاعبين الشباب اللي زي يوسف اسامة نبيه وسيف فاروق جعفر اللي في امس الاحتياج لمدير فني عنده قدرة جيدة على العمل في هذا الشق. الحاجة التانية ان الراجل ده مميز فيها كمان اللياقة البدنية، انه مشهور بان واحد من المديرين الفنيين اللي عندهم زي ما بيسموه كده بالانجليزية work ethics عالي جدا، بمعنى ان الراجل ده بيبقى عنده التزام وانضباط غير طبيعي في التدريبات وفي الحياة الشخصية للاعب، متداخل في الحياة الشخصية للاعب. وعشان كده اول حاجة عملها لما راح نادي ليفركوزن عشان ينقذوا وينتشروا من المركز الاخير للمركز الاول، انه طلب يجتمع بكل الموظفين اللي موجودين في النادي. عدد الموظفين اللي موجودين في النادي 200 واحد، من اول عامل غرفة خلع الملابس في القطاعات الناشئين لحد رئيس النادي. قرر انه يجتمع معاهم يقدم لهم نفسه ويقول لهم يا جماعه لو تفتكروا ان ال11 لعيب اللي بيلعبوا في الملعب هم اللي بيجيبوا المجد للنادي تبقوا غلطانين، ال200 دول هم اللي بيخلوا ال11 دول يلعبوا بشكل جيد. فان الملاعب تكون جيده، ان القطاع الناشئين يكون بيعمل بشكل مميز، ان رئيس النادي يكون متوافق مع الاداره الرياضيه، متوافق مع الجهاز الفني، متوافق مع قطاعات الناشئين، دي الحاجه اللي دايما بيحاول الراجل ده انه يفرضها في الانديه اللي بيدربها. ودي الحاجة اللي كان بيقول عنها رودي فولر المدير الرياضي زي ما قلنا اللي كان بيشتغل مديره في ليفركوزن، وكان بيقول ان هو واحد من اكتر المدربين المنظمين اللي اتعامل معهم في رحلته. دي كلها حاجات ايجابية، دي كلها حاجات بتقول ان ربما يكون الانقاذ على يديه، بالذات ان الزمالك فيه عناصر كويسة. انا فاهم كويس انها عناصر بعيدة كل البعد عن قائمة الزمالك القديمة، القائمة اللي فيها فرجاني ساسي، طارق حامد، اشرف بن شرقي، مصطفى محمد، المجموعة دول تحديدا تقدر تعتبر ان هم دول كانوا العمود الفقري للفريق. تخيل انك شلت العمود الفقري ده وعوضتهم بلعيبة اقل جودة بكتير جدا من الرباعي المذكور. عشان كده المهمة مش سهلة انك بس تنقذ الفريق. الراجل ده انا اعتقد انه يقدر ينقذ الفريق، لكن بعد انقاذ الفريق لازم تبتدي رحله مختلفه خالص، لازم تبتدي رحله البحث عن الزمالك القديم، عن البحث عن الزمالك اللي كسب 2 دوري صحيح، ابرزهم الدوري بتاع مش السنه اللي فاتت، لا اللي قبلها اللي كان معاها كمان، او السنه اللي قبلها كان في نهائي دوري ابطال افريقيا، ابرزها انك تقدر ترجع مره ثانيه الفريق لكلاس A، ترجع تقدر تعمل عمود فقري جديد للزمالك يقدر يمشي الفريق سنه والثانيه والثالثه. بصوا على العمود الفقري للزمالك اللي لعب دوري ابطال افريقيا النهائي، وبصوا على العمود الفقري للاهلي اللي لعب نهائي قرن بتاع دوري ابطال افريقيا. الاثنين تقدر تبص بمنتهى البساطه على القايمه دلوقتي وتشوف ازاي الاهلي حافظ على عمود الفقري بينما الزمالك اتدمر عموده الفقري بالكامل. العمود الفقري ده هو اللي هيقود النادي للانجازات، لكن اللي هيشيل العمود الفقري ده المفترض ان هو هيكون هايك ويرلش بانه يطور اللعيبه الشباب، يطور الصفقات اللي موجوده تقنيا ويعلمهم كوره من اول وجديد، يعمل شكل للزمالك فيقدر الزمالك يقف على حيله، فلما يقف على حيله يبتدي يدور على انه يجري للامام. ده الطريق اللي يبدو طويلا لكن مهم فيه الصبر،
ودي حاجة الجمهور متعود عليها، إنما يبدو كمان إنه في احتياج كبير للصبر من داخل الإدارة شخصيا، ودي الحاجة اللي احنا مش متعودين عليها في الزمالك، واللي لازم تكون موجودة علشان ينجح المدير الفني الجديد للفريق أيكو هيرلش.